ضربتني الفقة على صوت الأجهزة الطبية اللي كانت طايرة بيا. ما قدرتش نتحرك، كل كنت عيان وجسد ديالي كيضرني، حتى كتدخل عليا واحد الممرضة ابتسمت في وجهي وقالت لي على سلامتك السي آدم. بلات نعيط على الطبيب، جا الطبيب وبدا كيفحص فيا، قال لي نجيتي من الموت بأعجوبة، كتبان متشبت بالحياة. جاوبت شنو واقع دكتور وفين هما صحابي؟ في ديك اللحظة دخلوا البوليس، قالوا لي وأخيرا فقتي، بغينا نسولك شي أسئلة على ديك المجزرة اللي وقعت. بدات كترجع بيا الذاكرة لذاك النهار المشؤوم، تفكرت صحابي اللي كانوا باغين يفرحوا بيا في عيد ميلادي، وبالضبط نهار 13 ماي اللي قررت ندوزو مع صحابي هاد العام. بغيتو يكون مختلف، وفعلا كان مختلف. القصة بدات ملي صحابي قرروا يديروا ليا حفلة في واحد الفيلا مهجورة اللي جات في واحد البلاصة معزولة، حيت كانوا عارفين اني عزيز عليا الرعب والمغامرات. المهم انا ما كان في خباري والو، حتى داز عليا يوسف بالطوموبيل، كانت معاه رانيا اختو وفي نفس الوقت الساطة ديالي بلا خبارو بطبيعة الحال. المهم بزز باش قنعت الدار باش يخليوني نمشي نحتفل معاهم. نزلت بالزربة سلمت عليهم وسولتهم على الدراري، قالت لي رانيا بلي راهم سبقونا باش يوجدوا داكشي. شدينا الطريق بقينا غاديين ضاحكين، حتى فرانا يوسف كان غيضرب واحد الشيبان ما عرفناه منين خرج لينا. نزل بالزربة كنسولو شنو واقع ليك، كان كيتمسم وكيدير شي اشارات في شي شكل، ما فهمت والو ديك الساعة، ولكن دابا فهمت ملي ما كانش باغينا نمشيو لتماك. ما عرفتش واش الا رجع بينا الزمان اللور كنا غادي نديرو نفس الحاجة. المهم ديك الوقيتة ما ديناهاش فيه وكملنا طريقنا. وصلنا حتى كتبان ليا فيلا كبيرة ومظلمة صلاح الافلام الرعب، بقيت كنموت بالضحك، عجبني الحال. دخلنا لقيت الكليكة كلها مجموعة، والد ووئام اللي كانوا مخطوبين وكيتسناو غير يتخرجوا باش يتزوجوا، كنزة وليلى وعبد السلام كانوا كيقراو في كلية الطب وعزاز عليا. بدينا الاحتفال والرقص، أجواء كانت زوينة وزاهية. وصلت ديك الجوج الليل كلشي عيا وشد الأرض، اقترحات ويئام باش نلعبو شي لعبة باش ندوزو هاد الليل. بداو الدراري كيقولوا نتواصلوا مع الأرواح ولا العالم الآخر. شفت الدريات تخلعوا، بقيت كنضحك، قلت لهم لا لا نلعبو غير حقيقة ولا جرأة، لعبة زوينة وفيها ما يدار. صافي نضع السلام جبت شي ورق وفرقهم علينا، ورقة كسبنا فيها الحقيقة وورقة كسبنا فيها الجرأة، على حسب كل واحد واشنو غيختار. صافي بدينا اللعبة، نضت ليلى اللي اختارت حقيقة وزات ورقة تصدمت بالسؤال، بقات كتقول اش هاد اللعب ديال البراهش. خطف ليها عبد السلام الورقة وهو يقراها، واش طرات بينك وبين والد شي حاجة؟ في الوقت اللي كان هو خاطب ويئام كلشي تصدم ودرنا كنشوفو في ليلى، بقات كتضحك وجاوبات بكل ثقة واش منيتكم؟ شكون مول هاد السؤال البليد؟ بطبيعة الحال ما بيناتنا والو، حتى كنسمعو تليفوناتنا كيصونيو في دقة، كنهزو كنلقاو ميساج مكتوبة فيه كدابة. درنا لعند ليلى، بقات كدور في عينيها وهي مخلوعة وما فاهمة والو، وهي تبدا تقر وكتبكي في نفس الوقت. وقالت لينا في واحد الليلة ملي كانت ويئام مسافرة كان والد عنده شي مشكل وعيط ليا، مشيت لعندو وبقينا كنشربو ووقع اللي وقع، كانت مجرد غلطة ديك الليلة ومعنات ليا والو. وانتي عارفة ويئام بلي انتي صاحبتي وعزيزة عليا وما قدرش نغدر بيك. ناضت ويئام طلعت الفوق وهي كتبكي، والد قال لينا اللي كتب هادشي حسابو معايا من بعد، وحتى ليلى ناضت عندهم باش تصلح الوضع واخا ما كان فيه ما يتصلح. بقينا كاملين كنقلبو في دوك الوراق كنلقاو شي اسئله في شي شكل، اشي حنا اللي كاتبينو؟ شنقت على عبد السلام وقلت ليه انت اللي فيك هاد الفعايل، بدا كيحلف ليا وكيقول ليا بلي ماشي هو وبلي هادو هما الوراق اللي عطيناه. وحنا على داك الحال حتى كتقلب لينا واحد الورقه من جهه الورق ديال التحديات، قريناها كنلقاو مكتوب فيها خاصك تحط يديك على السخون، وكانت من جهه والد ومكتوب كذلك غادي دير تحدي بالخاطر ولا بزز. ملي شاف والد قال لعبد السلام واش ما غتساليش من هاد التبرهيش بسبب كذاب سمع خطيبتي، ومشاو خلانا. وعبد السلام باقي كيحلف ويعاود بلي ما عنده حتى شي علاقه بهادشي، شكينا فيه حيت هو اللي عنده مع الفعيل ديال الدراري الصغار. شويه كنسمعوا غوات والد جاي من الكوزينه، مشينا كنجريو لقينا حاطين الضو على البوطه وكيغوت وهي شاعله.
بزاف حتى فكيناه، تحرقات له يدو لدرجه الجلود بقاو لاصقين تماك. نويت لي واحد الفاصمة على يديه وانا معصب على هاد عيد ميلاد المنحوس. شويه حتى كتشعل واحد التلفازه جاي منها واحد الصوت كيقول له عندكم 3 الجولات خاصكم ديروهم في 48 ساعه ولا غتموتوا كاملين، نتوما اللي اختاريتو تلعبوا. ويطيح واحد الورقه اخرى، وهاد المره جهت رانيا الحبيبه ديالي، تخلات عليها بزات ولقات مكتوب باللي خاصها تاكل دوك الجلود الواليد اللي تحرقوا، هذا هو التحدي ديالها وخاصها ديروا بزز منها. كنت غنمشي بلاصه ولكن خفت خوها يشك في شي حاجه، وصدق نوض صداع اكثر من هذاك اللي ناض من وئام والد. المهم تعطات ليها جوج ديال الدقائق باش تنفذ الحكمه وبدا العد التنازلي. ملي سمعت هي داكشي تعصبات وبقات كتغوت وكتقول مستحيل ندير انا هادشي. صافي طلع ليها الزعاب بزاف، جريتها هي ويوسف وقلت لهم يلا نخرجوا من هنا. حينا ما نضربوا في الباب والو، حتى الزاجج الشراجم ما بقاش باغي يتهرس. صافي تحبسنا في دار معزوله على العالم، وربي اللي عالم اش كيتسنانا. وهي تقول وئام لرانيا خاصك تنفذي الحكمه، راك شفتي شنو طرا الوالد ملي ما دارش داكشي اللي طلبوا منه، يعني باختصار كي قالوا لينا غادي نديروها بالخاطر ولا بالزز، حيت حنا اللي بدينا اللعبه. مهم انا جبت تليفوني كنقلب على الريزو على الله، ولكن والو الخط مقطوع. بقى لينا حل واحد هو نكملوا هاد اللعبه، يكفيها غير 3 الجولات نديروهم، المهم نساليو هاد الزمر. صافي مشات رانيا لجهة البوطة وخدات واحد طريف صغير من الجلد المحروق وكلاتو وبزز باش سرطاتو، ويوسف خوها كيعنق فيها ويصبرها. شوية بدا كيصوني واحد التليفون ديال الدار اللي كان حدانا، وخا الخيوطة كاملين كانوا مقطوعين ما فهمنا والو. جاوبت ليلى سمعت واحد الصوت كيقول ليها خاصها تاكل الجلد كامل. بقات رانيا كتبكي، بقات فيا وقطعت لي قلبي وما قدرت ندير والو. هو يقول ليها يوسف بركه من هاد البكا ديالك، راه ما عندناش الوقت كوليه كامل، راه ما عرفناش شنو غيطرى لك الا ما درتيهاش. صافي مشات هزاتو كله في دقه وخشاتو في فمها، مراها ولا كلشي تالف وخايف من النوبه ديالو. كلنا بدينا كنقلبوا على طريقه باش نخرجوا ولكن والو، المحاولات ديالنا ما جابوا حتى شي نتيجه. وحنا هكاك حتى كنسمعوا شي حد الفوق كيعزف على البيانو. ملي طلعت انا وعبد السلام ما لقينا والو من غير واحد الورقه مكتوب عليها بالدم خاصكم تكملوا الجوله. نض الصداع بيناتنا، كل واحد واش كيقول، شي كيقول نكملوا وشي كيقول خاصنا نهربوا. مشات وئام وهزات ورقه من دوك الوراق، لقات مكتوب عليها خاصك تشدك دوك السلوكه ديال الضو. بقينا كنقلبوا اين السلوكه، شويه حتى كندورو كنلقاو واحد السلوكه مقطعين ومكتوبه حداهم عندك دقيقه واحده. نقزت انا قلت لهم راه الا شدات في دوك السلوكه راه غتمشي فيها. هي كانت خايفه بزاف، ولكن الوالد قال لها غنعتقك اين فوا غادا تشدي في دوك السلوكه غادي نجرك. وهو كان ملوي عليه واحد المانطا، وداكشي اللي كان حيدنا له كاع السناسل والكورميطات اللي كانت دايره. وصافي مشات شدات في دوك السلوكه وفعلا وليد جرها، وهو كان ملوي عليه ديك المانطا. تخلعنا يسحب لينا ماس، ولكن الحمد لله جات منا باعجوبه وقلناها واحد اخر فينا نجا وربح الجوله. يوسف بقى كيقوت وقال لنا ما كيهمش هادشي، انا ما كنخاف من والو لا جنون ولا حتى حاجه، انا ما غنديرش هاد التحديات ديال بزز. كان هضر حتى طاحت واحد العصا ديال الجولف حداه، لاصق عليها واحد الورقه مكتوب فيها خاصك تهرس ركبتك، وعطاوه جوج ديال الدقائق. بقى كيقول لنا مستحيل ندير هادشي، راه ركبتي هي مستقبلي بحكم انه كان لاعب محترف في واحد الفرقه معروفه. بقينا كنتغاوشو معاه باش نقنعوه يديرها، حتى ناض عبد السلام على غفله وعطاه لركبتو حتى سمعنا الغواز ديالو. بقى فيا الصراحه، ولكن قلت راسي اهم حاجه نخرجو حيين. ومع داك التوتر بنت ليا كنزه في شي شكل، غير جالسه ومخنوقه وما قادش تنفس، يحسب ليا باللي غير خايفه. مشيت عندها ومديت ليها يدي، حتى كيطيح وجهتها شي وراق كنهزهم كنلقى مكتوبه فيهم راه مازال مدمنه على المخدرات. بقينا كنسولوها واش بصح هادشي، وهي كتقول لنا لا واش منيتكم انا شحال هادي كملت العلاج. صرفقات ليلى وقالت ليها بركه من الكذوب، راه خاصك تقولي الحقيقه، ما عندناش الوقت لهاد المثاليه ديالك. قالت ليها تيقوا ولا ما تيقوش شغلكم هذاك، انا ماشي مدمنه. بقات غادا جيت الباب، وفي ديك اللحظه وصلوا لنا ميساجات في دقه مكتوبه فيهم باللي راه غير كذبات وعقابها غيكون هو الموت. ما عرفناش كيفاش حتى حلات الباب بسهوله، وحنا كنغوتو
76 و كنقولوا ليها ما تخرجيش، داز كلشي بالزربه وانفو عفطات على العسف، حطات عليها واحد الحديده ما عرفناها منين جات، خلاتها غارقه بالدمايات وماتت في البلاصه. غير شفنا داك المنظر جمدنا في بلاصتنا وزاد خوفنا، وتاكدنا باللي هادشي ماشي لعب، رحنا لاعبين على حياتنا دابا. ولكن مجرد ما ارجع لينا الوعي ديالنا وشفنا باللي راحنا خارجين على الدار، جرينا جريه وحده حتى للبوليس. ولكن شكون غيثق بينا؟ ولينا معاهم في سين وجيم، وكيسولونا واش كتعطاو المخدرات. ما تقوش باللي كنزه ماتت بسبب هاد اللعنه. المهم مشيت مع يوسف ورانيا للسبيطار حيت كانت ركبته مهرسه، وحتى رانيا عطاوها مهدئ باش ترتاح. صافي تفرقات الكليكه. بعد ما دوزنا اكفس ليله عيطنا الوالدين كنزع زيناهم، كانوا عايشين برا البلاد. انا ديك الليله ما دانيش النعاس، بقيت حال عينيا وكنشوف في السقف وكنخمم على هاد العيد الميلاد المنحوس واللي بسببه صحابي تاداو وماتت وحده فيهم. فقت الغد لي على صوت واحد الميساج من تليفوني، كندخل كنلقاه فيديو في الواتساب فيه عبد السلام معلق في واحد الحبل وغادي يشنق راسو في الحي الجامعي فين كان كيقرا. مشيت كنجري باش نعسقو وكندعي باش نوصل في الوقت. ملي وصلت لقيت كلشي تماك، ما جينا فين نحلو الباب حتى لقينا مول الامانة دا امانتو، وكلشي كان كيحسبلو باللي انتحر وحنا بوحدنا اللي كنا عارفين الحقيقة. ملي دخلنا لقينا واحد الميساج في البيسي ديالو مكتوب عليه الجولة الثانية، دابا ماتو جوج من صحابنا قدام عينينا وما عرفناش كيفاش غنساليو هاد الشي. المهم خليتهم مشيت للدار جبت البيسي وبديت كنقلب على هاد النوع ديال الالعاب، واش فايت لشي واحد لعبها؟ والو. ولكن ملي كتبت العنوان ديال الفيلا طلعت لي واحد الصفحة قديمة ديال الجورنال على شي حادثة وقعت في ديك الدار، وماتوا فيها شي دراري وبناس بطريقة غريبة وغامضة، والناجية الوحيدة كانت سميتها غيسة. خديت المعلومات ديالها وفين كتسكن، صونيت على والد ووئام وحتى ليلى جات معاهم وقصدنا داك العنوان. بدينا كندقو ونصونيو في ديك الدار وحتى شي واحد ما جاوبنا. بقيت انا كنغوت مدام غيسة، انا عارف كاينة هنا وعارفينك بلي لعبتي ديك اللعبة في الفيلا المهجورة، حنا هنايا حيت نتي الوحيدة اللي تقدري تعاونينا. شوية وهي تحل الباب خرجت واحد المرأة تكون في الأربعينيات من عمرها، كنوجهها كله محروق، قالت لينا باش ندخلو. بدات كتعاود لينا باللي لعبات هاد اللعبة هي وصحابها شي 20 عام هادي وبالضبط في راس العام. قالت لينا حتى حنا كنا باغين غير نضحكو ودوزنا ليلة زوينة، ولكن داكشي كله تقلب علينا وصحابي كاملين ماتوا في ديك الدار. ديك الدار ساكنها واحد الشيطان خبيت اللي كيتغدى على الخوف والالم ديال الناس. قلنا ليها باللي عاودنا للبوليس هادشي، بدات كتضحك وجاوبتنا كون كانوا البوليس كيتيقوا ما يدخلونيش 10 سنين لسبيطار الحماق، وكون راه هادشي ما عاودش وقع عاوتاني. طلبنا منها باش تعطينا شي طريقه اللي نخرجوا بها سالمين ونساليو بها هاد الزمر. اقترحت علينا ليلى باش نخرجوا من المدينه، قالت لينا هي لا هذا ماشي حل، نتوما دخلتوا اللعبه خاصكم تكملوها، والطريقه الوحيده باش تغلبوا داك الشيطان هي تعاونوا بيناتكم في التحديات اللي كيعطيكم، خاصكم تكونوا اذكياء بحالي. انا كان جا فيا واحد التحدي باش نجرح راسي 4 المرات، وكنت عارفه الا درتها غادي نموت في البلازه، داكشي علاش كل واحد فينا جرح راسو جرحه، وهكا درنا التحدي بلا ما يموت حتى شي واحد فينا. درت عند الدراري وقلت لهم اه بصح، واش عقلتوا ملي وئام جا فيها التحدي باش تشد في السلوكه؟ راه عاونها والد، ما كانش شرط انها تموت، ولكن الشرط هو كان خاصها دير التحدي. سولت السيده على وجهها علاش محروق، قلت ليها واش ما درتيش شي تحدي ولا شنو؟ قالت لي لا بالعكس، هادشي كله طرا ليا بسبب التحديات اللي كنت كندير. الحل اللي عندكم دابا هو ترجعوا لديك الفيلا الملعونه وتنهيو التحدي. بدينا كنشوفوا في بعضياتنا، شكرت السيده وقلت ليها ادعي معنا عافاك. خرجنا من الدار، صنيت لرانيا باش يجيو لعندنا، لقيتها كتبكي وكتغوت وكتقول لي يوسف راه مات. قلت ليها حاولي تهدني وشرحي لنا شنو واقع، وانا كل اللي كنترعد على صحابي حتى هو مات. خطفات ليها وئام التليفون وقالت ليها باش تلقى معنا في الشارع الرئيسي. مشينا لعندها لقيناها جالسة في الارض وكتبكي، علقتها وبدات كتعاود لينا على التحدي اللي تعطى ليوسف باش يخطف واحد الولد صغير ويديه لواحد الخربة بعيدة على المدينة ويخليه تماك. ولكن بوه كان مسلح وما خلاش يوسف حتى يشرح ليه، تيرا فيه نيشان ومات في البلاصة
قف يا يوسف بزاف، ولكن بقات فيا راني اكثر من اللي شفتها هكاك. بقيت كنهدن فيها وكنقول ليها باللي راه مشينا عند واحد السيده اللي كانت حتى هي دخلت لديك الدار مع صحابها ولعبوا ديك اللعبه، وقالت لينا باللي خاصنا نساليو هذا الشيء في البلاصه اللي بدا فيه، يعني راه خاصنا نرجعوا لديك الدار ونكملوا التحديات ونربحوا. وبدات كتغوت وكتقول لي بلي مستحيل نرجع لتماك، لكن بزاف حتى قنعناها بعد ما وعدتها بلي غنحميها. شدينا طريق الفيلا المنحوسه، لقينا مطوقينها البوليس، نقزنا ودخلنا وبقينا كنتسناو في التحدي الجاي. هاد المره جات النوبه في ليلى، هزات ورقه مكتوب فيها خاصك تشربي واحد السائل وعندك جوج دقائق باش تنفذي الحكم. درنا الجيس الطبله كنلقى واحد الكاس فيه واحد الماء خضر، مشى والد كيجري جهه الكاس وقال لينا بلي هذا راه سم. ليلى بقات كتغوت وكتقول لينا ما نقدرش نشرب هذا الشيء. قلت لهم تفكروا شنو قالت لينا السيده، خاصنا نتعاونوا بينا. دارت فيا رانيا وقالت لي واش بغيتي تقتلنا كاملين. مشى والد كيشري لجهه الثلاجه لقى فيها كوكا، جبدها وقال لنا باللي الا شربناها قبل من السم غادي تحمي لنا جدار المعده ديالنا وغنسقيو كاع داكشي اللي شربناه بالزربه، وهو اللي كان كيفهم في هادشي حيت كان في كليه الطب. صافي داكشي اللي درنا، اتفقنا باش نقسموه بيناتنا، شربنا المناضه وراه هزينا الكيسان اللي درنا فيهم داك السم، حسبنا حتى لثلاثه وشربنا في دقة. موراها خشينا صبعنا في حلقنا وحاولنا باش نتقياو كاع داك السم اللي شربناه. المهم داز هاد الطرح بسلام. مشات ويئة من الحمام كتغسل وجهها ولقات في المرايا مكتوب ليها باللي خاصها تحيد جوج سناس، بقات كتبكي وكتقول لينا غتعاونوني ياكو. نقزت رانيا وقالت ليها هادو غير جوج درسات تقدري تحيديهم بوحدك بلا ما نتعاونو. ناض الصداع عاوتاني، كلشي بقى كيغوت. انا قلت ليهم غادي نديرو القرعة واللي جات فيه غيحيد حتى هو، وداكشي اللي كان. ضربنا العود وجات فيا انا، لقيت واحد اللقاط محطوط تماك وبيحيدت الوئه من الدرسه وزربت عليها وخا تقصحات بزاف، وانا عطيت الوالد هو اللي غيحيد ليا. المهم وانا عطيت الوالد هو اللي يحيد ليا، ومع كان ديجا فمي مريض تعذبت بزاف، الدم ما بغاش يهبس. المهم بقيت جالس وعض على فمي حتى كتلاح واحد الورقه جهتي، هزيتها كنقرا شنو مكتوب فيها وانا نتصدم. اصعب تحدي حتى لدابا، خاصني نتيري فراسي، ولكن المسدس اللي عطاوني غريب، داير بحال كتقمر على حياتك، فيه خمسة د المخارج وكاينه فيه قرطاسه وحده، وخاصني نلعب على ثلاثة د المرات وانا وزهري، ممكن نموت وممكن نبقى عايش. ما نكذبش عليكم، الشريط ديال حياتي بان قدامي بالخلعة، ولكن قلت خاصني ندير تحدي باش نعتق صحابي، وخصوصا رانيا اللي وعدتها. نط خديت الفردي، تيريت المرة الاولى خرج خاوي، عاودت المرة الثانية ومرة اخرى خرج خاوي، وفي المرة الثالثة ملي جيت نضرب خطفات لي رانيا الفردي من يدي وتيرات في راسها. ومن زهرة كان هاد المرة عامر، الدماغ ديالها تشتت قدامنا، بقيت كنغوت، جاتني حالة هستيرية، بقى فيا الحال حيت ما قدرتش نحميها، وكنت السبب في موتها في الاخر، وكنت السبب في موتها، في الاخر هي اللي حماتني، جا عندي والد كيواسيني، وفي ديك اللحظة سمعنا صوت التلفازة، مشى والد لقى التحدي اللي نهالو حياته، كان خاصو يتخشى تحت الطوموبيل ودوز فوق منه. المهم وئام هي اللي كانت سايقة، دازت فوق منه المرة الأولى غوت غوتة وحدة، ومنين بغا ينوض عاودات المرة الثانية، وهي كتغوت وكتقول لينا راه ماشي أنا اللي سايقة، راه الطوموبيل كتحرك الراسة. بقات غادة راجعة فوق منه حتى مات وخلاته غارق في دمه. بقات ليلى كتهدن في وئام، ورجعنا دخلنا للفيلا، عاد بدينا كنستوعبو وكنفهمو الموضوع. التحديات كيجيونا على شكل المخاوف ديالنا ولا على شكل شي حوايج خايبين اللي درناهم من قبل وخبيناهم على الناس. وزادت وئام اكدت ليا ملي قالت لينا بلي راه والد كان ديجا ضرب شي واحد في الطوموبيل وهرب منين كان صغير. وحتى انا جا فيا داك التحدي ديال الفردي حيت كنت كنخاف من دوك الاسلحه، حيت الوالد كان ديما كيخلعنا بهم ملي كنا صغار بحكم انه كان بوليسي. بقات ليلى كتغوت وكتقول علاش حنا بالضبط؟ قلت ليها حيت حنا اللي حلينا ليه الباب. قالت لي انا ما عندي حتى شي نقطه ضعف وما كنخاف من حتى شي حاجه. قلت ليها كلنا عندنا مخاوف ولكن كاين اللي كيخبيوها مزيان. دخلنا وبقينا كنتسناو في التحدي الجاي اللي هو الجوله الثالثه والاخيره، خاصنا
كان عتق البنات وما عارفش كيفاش. شوية هو يتحل واحد الباب اللي كينزل القبو ديال الفيلا، وكان التحدي ديال ليلى كان خاصها تنزل لتحت وتربط راسها مع واحد الحيط وتبقى جوج ديال الدقائق في الظلام. ولكن ان فوا دخلت هو يتسد الباب وبقات كتغوت، عيس ما نضرب فيه باش يتحل والو. حتى دازت جوج ديال الدقائق، ملي كتحل كنلقاوها طايحه في الارض ومغطيه كلها بالحشرات اللي خارجين من فمها. وهي تقول لي ويان بلي ليلى راه كانت عندها فوبيا ديال الحشرات. قلت ليها بلي دابا بقينا غير حنا بجوج وخاصك تكوني قويه باش نخرجوا من هنا. صونا التليفون دويان، قلت ليها جاوبي. سمعت واحد الصوت كيقول ليها عندك 7 دقائق باش تحيدي 7 الاطراف حيه من جسمك. مشيت كنجري لجهه الكوزينه، جبت الماس والمقوصه واي حاجه غادي تقدر تعاوننا في هذا الشيء، وحتى واحد الشاقور. قلت لها خاصنا نتعاونوا وغنخرجوا من هنا. حيدت ليها شفره من عينيها وزغبه من شعرها، وخديت اللقاط وجريت ساس ضفر من صبعي الصغير ديال يدي. ما تصورش الالم اللي حسيت به، ولكن كنت باغي نعتق راسي ونعتق وئام اللي كانت كلها كترعد. موراها خدت المقص وقطعت الحلامه دودنها فين كيعلقوا البنات الزواهق، وقلت لها خدي هاد المقده وقطعي ليا صبعي الصغير. وهي كتبكي وكتقول ما نقدرش. قلت لها سربي راه ما عندناش الوقت، وقطعته وانا كنتالم. وقلت لها قطعي ليا حتى ديال رجلي. المهم درنا 6 وبقى لينا غير واحد، وانا كنزف. فكرت مزيان ولكن ما كان عندي حتى شي حل اخر، كان خاصني نقطع رجلي باش نكملوا 7. قالت لي وي امل لا انا اللي غادي نديرها. وزات الشاقور وهبطت على رجليها حتى طارت، وهي كتبكي وكتغوص ربي اللي خلقها. المهم نطت ديك الساعه كنجري ودرت دوك الاطراف في الثلج باش نحافظوا عليهم. بانت لي وي ام سخفات، هزيتها وركبنا في الطوموبيل باش نديها للسبيطار. وانا كنقول ليها صافي راه سالينا، راه نجينا غير صبري كلشي غيفوت. وهي بدات كتفيق شويه بشويه. بقينا غاديين حتى كتكتب ليا في المرايه ديال الطوموبيل خاصك تقتلها. بقيت كنغوت وكنقول لهم لا ما غنقتلهاش. شدات لي وئام في يدي وقالت لي بلا ما تسطع راسك، القانون باين، الا ما درتيش التحدي بالخاطر غيديروه هما بزز. قالت لي شكرا حيت ضحيتي على ودي. حلت الطوموبيل وتلاحت. موراها اخر حاجه عقلت عليها هي انني دخلت في واحد الشجره، ومن بعد 15 يوم ديال الغيبوبه فقط لقيت راسي في السبيطار. كان نهار عيد ميلادي اللي خاصو يكون هو احسن نهار في حياتي، هو النهار اللي دمرت فيه حياتي وخسرت فيه اعز الناس ليا. بعد المرات كنديروا شي حوايج بلا ما نفكروا، حيت كيحسب لينا راسنا واعرين. ولكن هادشي اللي درت خلاني نعرف شحال انا ضعيف وخواف، وبلا صحابي ما كنتش غنكون عايش دابا.